السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بحد ولاد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرة والجالية المغربية والناس والمدن الكبرى في المملكة المغربية وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالة رجالة بنات ولاد، يوم 3 في شهر 9 2023، الخيرة تنور الجميع المشاهدين. تبارك الله الحاج أحمد، كي داير بخير؟ الله يحفظك. اش عطيتي يا الحاج أحمد؟ 33. واش قال لك؟ 16 35. وزيد واحد 500 قسوة. انا زدت الفلوس، راه واش زدت الفلوس؟ راه من 26. وباقي تسامح الله وراه يدير سير التيسع. تعد في حياتك، انت فاكر دير طاره وتشطح. أراك 500. لا 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 أخلي يديها. لا يوم 5. أخلي يديها. وكيفنا إحنا معك زعما. مرحبا مرحبا. لا أرى الحاج الرشام أرى. لا. وأنت قالك حوزي والله. خمسة شتا مطبوع؟ راه شنو ب 27 وغادي نفس الوقت. شكون اللي شاري؟ كاع شاري. لا كاع شاري. قول لي. الله ما تقول حتى كلمة. شارينا الزيتون. أعوذ بالله. لو الهضرة اللي تيقول هذا راه ما خدام. راه هو عاطي 27، ميدو راه عاطي 27. وتيقول السوق حل. وعم صادق. غير عام صعب. قلت راه غدار انت كل شاري وقال لك ما شاري. سير بعيد النهار كان بزاف هنا ما تعمروا راه طريقه. اش درتي؟ ها ما نسحبوا منك. ها؟ دير نص. دير نص رايدك بطاره نص رايدك بطاره على الكلمه اللي قلت فيها نسقرو معاك 100 درهم ولا راح نبيعو فلوس دير نص دابا 27 و 200 360 درهم بركي حمرت الراس والله اكسيبته والله هذا ما خسر ايوا شحال هذا كان يدوز شحال؟ شحال؟ 35. اش عطيتيها؟ 45 زدنا 2000 ريال 42 وخليه ما قنعتنيش. اش قلتي لي؟ مالي شري قول لي دابا الديفوت 50. اي هاي اش باقي زيتون؟ ارا 46 ارا 46 انت هو راه ما شراش بالمعقول راه زادك وقر فلوس راه دق الله ما ردكش اللور. شحال الباترون؟ سير الله يسهل غادي يتباعوا في مدينة خريبكة الحاج أحمد ود الحاج وعزة بو كزار. أهلا 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 وما تقولش رجال غير ب 1600 اليوم والله أعلم باقي ما شلنا ذا حاجة اليوم. إيوا شتي ما عندك ميزان ما داخلي هادو شحال فيهم هاد؟ شحال فيه؟ كاين 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 جاب شرح بيتهم شحال فيهم 17؟ كان صار شر 18 وداك واحد الصديق تاعنا الله يحفظ منك وديال مشاكل مشاكل ماشي مزيان واش حاط على الحميم؟ راه ب 18 100 باش جامع عندكم 100 درهم 100 درهم هاموا الموتور فتح الوقت 18 كيلو ولا 19 كيلو هذا 18 درنا ليهم
سير 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 سوق 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 خمسين ندور على الموتور هز في الموتور آه الراجل يستقر ماكم هو هو ما قال حتى كلمة سير غادي يتبعهم في مدينة خريبكة تبارك الله على الحاج 36 عطاكم أربعين ماشي بزاف أسير عطاكم 36 24 ما بغيتوش؟ ما بغيتوش؟ ما بغيناش شحال كبتو لي؟ 28 يا الخلاصة الصبري وليا صافي صبك حال وما تقول حتى كلمة كل شيء غتولفوا الصبري وليا والمغرب العام يطبوك الشباب خلاهم البوم واش تعجبني 26 و 200 26 و 200 ألف و 310 صافي خلوها منا الخير موجود ما تكون تاكلنا صافي الله يجعل البركه يعطينا الحياه الدوله خلوها صافي 32 عطينا 26000 خلي في بدي عروض تاع الفلوس ما زال غادي تزاد الفلوس ما زاد صافي السلام غنريحوا غنحلوا نشوف الصحراء نشوف الدهر مع نمشيو انت باغي تمشي للحوت غنمشي ياكل الحوت غنمشي ياكل الحوت ولا كنت صحيح مالها 21 و 200 جملة جملة واش قلتي لي بغيت؟ قلت 24 كاع سنة الحليب كاع سنة الحليب حاولي قال برقيده هنا قلت الحليب انت محدا جيت جبتي انت محدا جيت جايبك السالفة جا وراه مسملة تبارك الله هو بلادهم غادي يخرجك نص والله انا خرج بعد يعني راك عارف يبقى مشلخ صافي صافي ارشم قلبيتي نرشم يدي يا ابني جري تحلف عاد نير معاك شي مره في امريكا ما تحلفش اقول لا 24 الله يحفظ منك وديان ماتي الله يسترك الله يبارك فيك وديان فاطمه تهدني جبتي لك جملة حاول يدير برقية موجودة في حد ولاد عبدون بقريبكة ادير بعد اخراج اش عطاكم في هاد البرقية 30 شحال هادي؟ هادي 30 اش قلتي لي؟ 33 راه 31 اصاحبي يما اللي انا كنت معلف عليه وعاوز سجل الزيتون انا الالف خلي يدير خليته هو يصبر ما قعر والله ما شاء ما بيع ما شاري فيها صافي والله الا عمو السين مولاه هاكا يحلف ويعطي القلب والله سيدي بالله الا غادي انا الالف 23 نسيت أنا رخيت التانية فات بركي جاب 31